أمسي قد وصلنا، قد فرغنا من الشرط الخامس، نعم، من الرابع، من الشرط الرابع، نعم. والذي يلي الشرط الخامس للصلاة، وخامسها استقبال عين القبلة، استقبال القبلة إلا في شدة خوف ونفل سفر مباح، وعلى معاش إتمام ركوع وسجود واستقبال فيهما وتحرم. نعم. فخامسها يعني خامس شروط الصلاة، خامس شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة ذكر يعني استقبال عين القبلة، في الاستقبال يعني تفصيل. عندنا يجب استقبال عين القبلة، لكن يعني ظنا يكفي لو كان بعيدا عن القبلة، لو كان قريبا من القبلة يجب استقبال القبلة يقينا، عينا، استقبال عين القبلة يقينا. ثم في هذه المسألة اختلاف بين الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة، في كل مذهب يعني آراء مختلفة. استقبال عين القبلة، هناك كتب يقينا في القرب وظنا في البعد، هذا الذي قلت لو كان يعني قريب. ما معنى القرب؟ ويشاهد الكعبة، بيت الكعبة هو يشاهد، هكذا هو قريب. أما القرب ليس بالمسافة، ممكن هو قريب في ساحة الكعبة، ومع ذلك يوجد بينه وبين عين الكعبة، بيت الكعبة، يعني حاجب، ستار أو عمود هكذا، أو جدار مسجد. فإذا يكفي هناك الاستقبال ظنا. أما معنى القرب والبعد يعني هو حيث يشاهد الكعبة بعينه يجب استقبال عين القبلة يقينا، ولو كان بعيدا يكفي يعني استقبال عين القبلة ظنا. وهذا استقبال عين القبلة لو كان قريبا يعني في القرب عند المشاهدة، مشاهدة بيت الكعبة، وهو إجماع، وهذا القدر مجمع عليه لا خلاف فيه، لو كان المصلي يشاهد عين القبلة في هذا الوقت يجب يعني استقبال عين القبلة يقين بدون خلاف. وخامسها استقبال عين القبلة أي الكعبة. فإذا هذا استقبال عين القبلة لو كان المصلي حيث يشاهد بيت الكعبة يقينا، هذا قدر متفق عليه مجمع عليه لا خلاف فيه. ثم الخلاف يعني لو كان بعيدا هل يستقبل عين القبلة، أو يعني هل يكفي استقبال جهة الكعبة، هذا هو الخلاف. ثم في تعيين الجهة خلاف بين المالكية والحنفية. المالكية يعني اعتبر قطبين في جانبي المصلي، يعني قطب الشمال وقطب الجنوب، فإذن هذا المصلي إلى جهة، يعني إلى جهة الكعبة. ثم لو خط خط يمر على هذا المصلي إلى الجانبين، خط مستقيم، لو كان بيت الكعبة في جهة أمام المصلي يكفي هذا الاستقبال عند المالكية. أما عند الحنفية لا يكفي هذا
هذا الاستقبال، بل عندهم يعني الجهة ضيقة بالنسبة إلى هذا، إلى الجهة عند الحنفية. يعني هناك يخط مثلث، مثلث تكون أكبر زواياه أنا ملتقى خطين يخرجان من عين المصلي، هكذا يعني مثلث، هكذا يفرض مثلث. لو كان بيت الكعبة داخل هذه المثلث يكفي هذا. فإذن عندهم أيضا جهة، والمالكية عندهم أيضا جهة اعتبروا، لكن في الجهة اختلاف بينهم. هكذا. ثم أما عندنا يجب يعني استقبال عين القبلة لو كان قريبا وبعيدا، لكن في القرب يقينا كما عند سائر الأئمة، وفي البعد يكفي ظنا. فإذا أليق المذاهب مذهبنا في هذه المسألة، أما الأوسع مذهب المالكية. نعم. بيت القبلة أي الكعبة بالصدر، لماذا فسر الشارح هذه القبلة بالكعبة؟ هذا القبلة تطلق على بيت المقدس أيضا، باعتبار أنها يستقبل إليها النبي صلى الله عليه وسلم مقدم هجرته إلى المدينة، صلى إليها نحو 16 شهرا، ثم بعد ذلك حبل. فإذن القبلة يطلق على الكعبة وعلى بيت المقدس. في بيت المقدس هناك صخرة، وهذه الصخرة هي التي يستقبل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي قبلة سائر الأنبياء. يعني هذه الصخرة الموجودة في بيت المقدس هي قبلة الأنبياء قبل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قبلة تطلق عليه، لذلك فسر بالكعبة. ثم هذا الاستقبال بالصدر، يعني في الصلاة الاستقبال بالصدر، هذا الاستقبال يختلف. مثلا هذا في الطواف يجب الاستقبال، لكن في الطواف الاستقبال بالجهة بالجانب الأيسر من الطائف، يستقبل بجانبه الأيسر كذلك. ثم الذي ينام الراقد، وكذلك الميت، وكذلك الذي يصلي يعني مستلقيا، يوجه بوجهه إلى القبلة، يستقبل بوجهه، هكذا استقبال يختلف. لذلك هنا عين بأي شيء يستقبل، يعني بصدره، ثم بصدره، وكذلك وبعض كتبوا يعني ومعلم بدنه، بالصدر ومعلم بدنه، هكذا الصدر هو المهم. فلا يكفي استقبال جهتها، هذا محترز قوله عين القبلة، لا يكفي استقبال جهة القبلة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. هو ذكر خلاف أبي، أشار إلى خلاف أبي حنيفة رحمه الله، لكن عند الإمام مالك رضي الله عنه أيضا هكذا يكفي استقبال جهتها. ثم إلا في حق العاجز عنه وفي صلاة شدة خوف، إلا في حق العاجز عنه، لو كان هذا المصلي عاجزا عن استقبال القبلة فلا يجب عليه استقبال عين القبلة. فإذا هذا الشرط أيضا يشترط للمصلي الذي يقدر، هو قادر على الاستقبال، أما لو كان غير قادر فلا يشترطه، كما ذكرنا في الشروط سابقا. وفي أما العاجز ماذا يفعل؟ العاجز مثلا مريض لا يجد من يوجهه إليها، هذا يعني هذا رجل نشل عاجز مريض، ما وجد من يوجهه إلى جهة القبلة، فإذا هو يصلي كما رقد. ثم أو هذا رجل يعني مربوط على خشبة، هذا أيضا صورة
للعاجز، هذا مربوط على خشبة أو على عمود إلى غير جهة القبلة فيصلي على حالها، لكن وهذا الرجل يجب عليه الإعادة ويعيده وجوبا. لو صلى بسبب عجزه عن استقبال القبلة صلى إلى غير جهة، إلى غير مستقبل للقبلة الكعبة، يجب عليه الإعادة بخلاف الشرط السابق. نعم، لأبي حنيفة رحمه الله، إلا في حق العاجز عنه. يعني ذكرنا في شرط ستر العورة، لو كان الرجل عاجزا عن ستر العورة هو يصلي عريانا ولا يعيد عليه، لذلك ذكرنا هناك تصيح إمامته أيضا. ثم أما هذا الرجل لا تصيح إمامته، لماذا؟ لأنه يجب عليه إعادة صلاته. إلا في حق الله وفي صلاة شدة خوف. أولا يعني العاجز مستثنى، وكذلك لا يجب على استقبال القبلة في صلاة شدة خوف. في صلاة شدة خوف هو يصلي ماشيا راكبا هكذا، ثم ولو فرضا في صلاة شدة الخوف ممكن صلاته صلاة نفل أو فرض أيا كان، لا يجب عليه استقبال القبلة فيصلي كيف أمكن. وهذا يعني ممكن هذا الرجل يصلي صلاة شدة الخوف أول الوقت مع أنه يرجو الأمن وزوال خوفه في آخر الوقت، عندئذ أيضا يصلي حيث توجه هكذا، ولو أول الوقت إن لم يرجو الأمن قبل ضيقه. نعم، لو كان يرجو قبل ضيق الوقت، لو كان يرجو الأمن يعني زوال الخوف قبل ضيق الوقت فلا يصلي هكذا حيث توجه، بل هو يرجو زوال الخوف مع ضيق الوقت، فإذا يجوز له أن يصلي أول الوقت حيث توجه هكذا، فيصلي كيف أمكن ماشيا، يعني إما يصلي ماشيا أو راكبا مستقبلا مستدبرا، ممكن هو أثناء صلاته راكبا يستطيع الاستقبال، لكن لا يكلف بالاستقبال حيث استطاعته، بل يصلي يعني كيف توجه مستقبلا مستدبرا أو يعني شام مائلا إلى جهة اليسار أو اليمين هكذا. ثم كهارب من حريق، صلاة شدة الخوف يتصور في خوف العدو، هذا هو صلاة شدة الخوف عند الفقهاء، يعني هذا مسلم يخاف العدو. أما هارب من حريق وسيل وسبع وحية ومن داين عند إعسار وخوف حبس، كل هذا نظير لمصلي شدة صلاة شدة الخوف. هذا رجل يهرب من حريق، ماذا يفعل؟ ويصلي يعني كيا حيث توجه مستقبلا أو مستدبرا، يعني لا يعتبر هذه الجهة، حيث توجه يصلي هاربا أثناء هروبه، أو يعني هو يهرب من سيل فإذا أيضا يصلي هاربا فارا، أو هو يفر من سبع يعني أسد أو نمر هكذا أو كلب أو حية، ثم ومن داين عند إعسار، أو هو يخاف يهرب من داين، لكن في الداين شرط عند إعسار، لو كان الرجل المدين معسرا، أما لو كان موسرا فلا يجوز له، لماذا؟ هو مقصر بعدم أداء هذا الدين وخوف حبس، أو يعني هو هارب من أي شيء من خوف حبس ويخاف الحبس، الحبس يعني بطريق الظلم، أما لو كان بطريق الحق مثلا حاكم يريد حبسه إجبارا على شيء بحق فلا يصلي. نعم، فإذا في هذه الحالات كلها الصلاة واجبة، في هذه الحالات كلها لا يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يجب عليه
أن يصلي كيف توجه وكيف أمكن. فإذا استثنى من هذا الشرط صلاة حق صلاة العجز وصلاة شدة الخوف وألحق إليه هذا صلاة الحارب من كذا وكذا وكذا. ثم يستثني ثالثا وإلا في نفل سفر مباح. فإذا هذا الاستثناء خاص يعني بصلاة النفل، والذي سبق ليس بخاص بنفل، بل يعني الفرض والنفل سواء هناك في الصورة السابقة، أما هنا يعني صلاة نفل فقط. هذا نفل سفر مباح، صلاة نفل سفر مباح لقاصد محل لقاصد محل معين هكذا. فإذا متى يجوز عدم الاستقبال يعني الصلاة بدون الاستقبال لمصل النفل؟ أولا ينبغي أن يكون مسافرا، فإذا المقيم هكذا لا يصلي إلا في سورة الماضية يعني شدة الخوف أو عجز أو يعني هروب من حريق كذا وكذا وكذا، فإلا لا يصلي. ثم مسافر، ثم مسافر يعني سواء كان راكبا أو ماشيا يعني في جميع حالات السفر. ثم الثاني أن يكون السفر مباحا، مباحا معناه غير حرام فقط غير معصية، فيدخل في هذا المباح الواجب والمندوب والمكروه. أيضا المكروه ليس سفر الكراهة، والسفر المكروه ليس سفر معصية. فإذا ما معنى سفر مباح؟ يعني سفر غير المعصية، فإذا فيه يدخل سفر الكراهة وإذا سفر المندوب وكذلك سفر الواجب كلها دخلنا. ثم والمراد بالنفل غير المعادة وصلاة الصبي. نعم كذلك لو كان يعيد الصلاة، مثلا رجل يعيد صلاة الظهر، فهذه الإعادة نقول أنه نفل لكن في أصله وهو فرض، وهنا لا يجوز يعني هكذا، بل حكمه حكم الفرض الأصلي. كذلك صلاة الصبي أيضا نفل، يعني يثاب عليه فقط لا يكلف باللزوم والوجوب. فإذا صلاة الصبي يجب فيه هذا الاستقبال. ثم وهذا ليس من هذا القبيل نظرا إلى صورة الأصلية. نعم صلاة الصبي يعني صلاة الصبي الفرض، لو كان يصلي النفل فهو هذا من هذا القبيل. ثم شرط آخر لقاصد محل معين، ينبغي أن يكون هذا المسافر أن يكون له مقصد هدف لسفره. إذن هذا رجل يسافر تائها يتيه في الأرض، ليس له يعني مقصود معين لسفره، لا يجوز له هذا الصلاة بدون استقبال القبلة، فيجوز التنفل راكبا. ثم فإذا هذا الرجل يجوز له التنفل، يعني النفل كلها سواء كان صلاة عيد أو صلاة كسوف، ما يسن فيه الجماعة أو ما لا يسن فيه الجماعة كلها سواء، يعني ما له سبب أو ليس له سبب أو متقدم متأخر كل نفل سواء. كيف يصلي راكبا وماشيا؟ لو كان سفره راكبا يعني يصلي على دابته وسيارته هكذا حافلته، أو يعني على طائرته راكبا يصلي، أو يصلي على القطار أي مركب كان، أو يصلي ماشيا فيه يعني في السفر راكبا وماشيا فيه، يعني هو في السفر ماشيا يصلي ماشيا ولو قصيرا. ثم هل يشترط هناك السفر أن يكون طويلا؟ يعني يجوز فيه القصر والجم؟ لا يقيد بهذا، بل لو كان هذا سفر قصير يعني
السفر إلى ما إلى خارج محلته فقط، هذا يكفي. سفر يعني مجاوزة سور بلده، فإذا يجوز له التنفل بدون استقبال القبلة. وبعض قال يعني أن ينبغي أن يكون السفر طويلا، يعني يجب مرحلة ثانية، لكن هذا ليس بشرط على الراجح. نعم، يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع النداء من بلده بشروطه المقررة في الجمعة. فإذا ما معنى هذا؟ السفر القصير ينبغي ألا يسمع النداء من بلده بشروط النداء المقررة، بشروطه يعني بشروط النداء المقررة في الجمعة، يعني ينبغي أن يكون سفره إلى محل، إلى مقصد، ومن هذا المقصد لا يجب عليه حضور جمعة. إلى أين؟ إلى بلده، إلى مكان خروجه. لو كان هكذا فكلاهما يعدان بلدا واحدا. هذا حد الغوثاني بينوا، هذا قدروا بمقدار حد الغوث. نعم، فإذا على مسافة لا يسمع النداء من بلده بشروطه المقررة في الجمعة. وخرج بالمباح سفر المعصية فلا يجوز ترك القبلة، يعني ترك استقبال القبلة في النفل لعابق، عابق الذي يسافر بدون إذن سيده، ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير إذن داينه، رجل هو ليس معسرا بل هو موسر، وهذا الدين حل أجله ثم سافر بغير إذن داينه وهو أيضا عاس بسفره، لا يجوز لهما. وكذلك يعني رجل آخر يعني هو عسى بسفره، يعني هو يسافر لأمر حرام مقصوده معصية حرام، فإذا مثلا هو يسافر يعني لزنا بامرأة، أو يعني لصنع إنشاء الفساد بين رجلين، وهكذا هو يذهب، هذا سفر معصية فلا يجوز، وإلا يجوز هكذا على الدابة. وهذا جوز الشرع يعني ترك استقبال القبلة في صلاة النفل لأجل حكمة عظيمة ذكرها الإمام ابن حجر رحمه الله في تحفته، يعني لو شرط الاستقبال في هذا التنفل في السفر أيضا إما تتعطل له أو تفوته صلاة النوافل، أو الرجل يفوته الاستغلال بمعيشته ومصالحه في حياته الدنيوية، فإذا جمع بينهما يعني جوز هذا أو شرع هذا. فإذا هذا الرجل وهو كما قلت يعني هو مأمور بالخروج والانتشار في الأرض ثم ابتغاء فضل الله تعالى، يعني هو يشتغل بالتجارة وكذلك الزراعة والأعمال كذا وكذا وكذا، هو مكلف بهذا الخروج أيضا مطلوب له. عندما يخرج لو كان هذا الاستقبال تفوته صلاة النوافل الرواتب والضحى والوتر والتهجد هكذا كله يفوت، فإذا لئلا تفول هذه الصلوات يعني النوافل مع اشتغاله بهذه الأشغال جوزا. فإذا هو يركب أو يمشي ماشيا يصلي النوافل أو راكبا يصلي النوافل، وهذا سفره فيما في أمور معاشه هو، فإذا لا يفوته هذان الأمران، يعني وهو يجمع بين الدين والدنيا وبين الدنيا والآخرة، ويسافر لأجل تجارته وأعماله وهذا يحسن، وكذلك يشتغل بأمور آخرته يعني بالنوافل. هذا هو من رحمة الله على هذه الأمة. نعم، ثم فإذا هذا الرجل لا يعتذر في ترك النوافل بأشغاله، بل يجوز له ماشيا
يعني راكبة. ثم هو يجب على معاش اتمام ركوع وسجود لسهولة ذلك عليه، وعلى راكب ايماء بهما واستقبال فيهما وفي تحرمه. ثم وهكذا أن يصلي المسافر يصلي يتنفل بترك استقبال القبلة، لكن ومع ذلك لو كان ماشيا يجب عليه اتمام ركوع وسجود. أما هذا الرجل لو لم يكن ماشيا بل هو راكب يعني راكب دابة أو يعني دراجة نارية أو سيارة أو حافلة أو هكذا قطار أو على كذا وكذا وكذا، هي ركوب كان، فإذا لا يجب عليه اتمام الركوع والسجود أيضا. يجوز له ترك استقبال القبلة وكذلك يجوز له ترك اتمام الركوع والسجود. أما الماشي فلا يجوز له، بل الماشي يجب عليه اتمام ركوع وسجود. لماذا؟ لسهولة ذلك عليه، هو يقف لحظة يركع ثم لحظتين لسجدتين ثم يقوم ثم يمشي، ثم عند المشية يجوز له يعني القراءة، مثلا هو يطول القراءة في النوافل والرواتب، هذا يقرأ سورة ياسين والواقع الملك هكذا، يعني يستغرق 10 دقائق، ثم بعد ذلك في الركعة الثانية هو يقف هنا يستقبل يركع ويسجد ثم يقوم ثم يمشي هكذا. هذا اتمام ركوع وسجود وكذلك استقبال فيهما. عند الركوع والسجود ماذا يفعل؟ هو يستقبل إلى جهة القبلة ثم بعد ذلك يركع ويسجد ثم يقوم يمشي حيث يتوجه يعني إلى جهة مقصده هكذا. وإذا الراكب ماذا يفعل؟ وعلى راكب إيماء بهما، يكفي للراكب إيماء بالركوع والسجود. نعم. ثم عندما يومئ بهما، أي مسلم كان لو كان يومئ بالركوع والسجود، ينبغي أن يكون السجود أخفض من الركوع في الإشارة هكذا. ثم استقبال بهما وفي تحرم أيضا، يعني هذا الماشي وقت التحرم ماذا يفعل؟ وهو يقوم. وكذلك جلوس بين السجدتين فلا يمشي إلا في القيام. نعم، جلوس بين السجدتين يعني وقت التحرم وجلوس بين السجدتين ماذا يجب؟ يجب الاستقبال. نعم. فإذا هذا في التحرم وجلوس بين السجدتين يجب عليه الاستقبال، أما وقت فلا يمشي إلا في القيام والاعتدال والتشهد والسلام. في القيام هو يمشي، وقت الاعتدال أيضا يمشي كذلك، وهو يتشهد ماشيا ويسلم أيضا ماشيا. أما وقت التحرم هل يجب عليه الوقوف أو يحرم بالصلاة ماشيا متحركا؟ لم يذكر هذه المسألة هنا، هنا ذكر يعني مسألة استقبال القبلة وقت التحرم، هو يستقبل، هل يجوز له؟ هذا صاحب الحواشي يعني ذكر احتمال. بقي الكلام حال الإحرام، هل يجوز المشي فيه لجهة القبلة ولا يبعد الجواز؟ ابن قاسم هكذا قال يعني. ثم وقد أخذ عنا قول المسنف. نعم، هذا فلا يمشي إلا في القيام والاعتدال والتشهد، قوله قيام، القيام شرط للتحرم أيضا، فإذا هذا قول فلا يمشي إلا في القيام، في جميع القيام يجوز له المشي. فإذا وقت التحرم ماذا يفعل؟ يجوز له أن يمشي إلى جهة القبلة ويحرم هكذا، ثم بعد الإحرام هو يتحول إلى جهة سفره هكذا يمشي، ثم عند الركوع هو يقف يستقبل هكذا. ثم
ويحرم انحرافه عن جهتي عن استقبال صوب مقصده عامدا عالما مختارا الا الى القبله. فاذا جهت هذا المتنفل على قبلة هذا المتنفل صوب مقصده، هذا هو جهت مقصد سفره، هو جهت قبلته. فاذا هل يجوز له الانحراف عن هذه الجهة؟ لا يجوز له الانحراف. لماذا؟ لأنه لو انحرف تكون صلاته فاسدة، ويكون مشتغلا أو نعم بعبادة فاسدة. الاشتغال بعبادة فاسدة حرام، الاشتغال بعبادة فاسدة حرام. ثم ويحرم انحراف عن استقبال صوب عن جهة مقصده، مقصده في سفره عامدا عالما مختارا إلا إلى القبلة. فإذا لو لم يكن مختارا بل حوله رجل آخر فجاءة إلى غير جهته فلا بأس، أو لم يكن عالما أو لم يكن عامدا بل كان ناسيا، يعني أنه نسي أنه في الصلاة ثم تحول إلى جهة فلا بأس. ويشترط ترك فعل. فإذا هذا عامدا عالما مختارا يجوز أن يتحول إلى جهة القبلة، هذا فلا بأس، يترك جهة سفره يستقبل. ثم ويشترط ترك فعل كثير، هكذا يمشي يصلي لكن وهو يتحرك حسب حاجته فقط، يعني التحرك بحركات متوالية ثلاثة تفسد صلاته، وهنا هو يحتاج في المشي إلى حركات كثيرة، هذا جائز، لكن حسب أكثر من الحاجة في مشيه لا يتحرك هكذا. لذلك يشترط ترك فعل كثير، فعل كثير يعني سيأتي في مبطلات الصلاة، الفعل الكثير يعني هذا أفعال ثلاثة متوالية، حركات ثلاثة متوالية، كعدو يترك العدو في السفر، وكذلك تحريك رجل بلا حاجة، ممكن هو راكب مع ذلك يحرك رجله هكذا بدون حاجة، أما لو كان له حاجة يعني حينما يركب يعني ناقة أو فرسا أو حمارا هو يحتاج لتحليك الرجل. لماذا؟ لتشجيع هذه الدابة على الإسراع وهكذا وهكذا، ويحتاج بضرب رجله على جانب هذه الدابة. نعم. وكذلك هو يحتاج إلى تحريك الرجل في سوق سيارته، فهذا لا بأس. ثم وكذلك وهو أثناء سوق سيارته يحرك يديه أيضا، وهذا حسب الحاجة فلا بأس، لو كان أكثر من الحاجة يبطل صلاته. كذلك ترك تعمد وطئ نجس، لو كان ماشيا لا يتعمد وطئ نجس مطلقا أي نجس كان، لو كان معفوا أو يابسا أيا كان لا يتعمد بالوطئ ولو يابسا. وإن عم الطريقة يعني هذا النجس عم الطريقة لا يتيسر له أن يمشي ويمر بدون الوطئ على هذه النجاسة، لكن وهو لا يتعمد وطئ النجس بل بدون تعمد يجوز له، يعني وهو لا ينظر ولا يلتفت ولا ينتبه ماذا في الطريق وهو يمشي، فإذا أثناء سفره حينا يطأ نجسا، حينا يعني يطأ شيئا آخر هكذا فلا بأس، هذا التعمد تركه واجبا. ولا يضر وطئ يابس خطأ هكذا، ولا يكلف ماش التحفظ عنه، يعني التحفظ عن وطئ النجاسة. لماذا؟ لو كلف هذا الرجل عن وطئ النجاسة التحري والاحتراز عن وطئ النجاسة يفوته خشوعه يختل، لو كلف هكذا وهو يكون منتبها ملتفتا إلى ماذا في طريقه وممره، هذا نجس أو هذا
يعني طاهر أي شيء هذا؟ هل هذا غائط أو هذا حجر؟ ثم يترك وطأه على نجاسة، هكذا يكون همه كله فيما في طريقه وموطئه، لذلك لا يكلف هذا، بل يمشي يمشي. ثم وإن ماشينا التحفظ عنه، ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة غير ملاح. لو كان راكب سفينة يجب عليه الاستقبال، فإذا هذا استثناء من الركوب. لو كان راكب سفينة، نعم، فإذا هذا راكب سفينة، راكب سفينة هو مستثنى من الركوب. نعم. راكب سفينة يجب عليه الاستقبال، يعني في جميع صلاته. ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة، يعني هذه الصورة مستثنى من الراكب. لو كان يركب السفينة يجب عليه في جميع صلاته. أنا بلغني، أنا أعلم أن في السفن تكون حجرة غرفة للصلاة، إذا هناك يعني إمكانية للاستقبال، هناك يعني يتوفر آلة بواسطة هذه الآلة يدرك جهة القبلة ثم يستقبل في جميع الصلاة، هكذا يعني إمكانية موجودة في كل سفينة. فإذا هو يتم الأركان كلها أيضا راكب سفينة، لكن غير ملاح الذي يقود هذه السفينة لا يجب عليه. لماذا؟ الملاح ليس رجلا واحدا، الملاح معناه من له دخل في تسيير السفينة أيا كان، من له دخل، أي دخل كان، أي عمل كان، كليا أو جزئيا أو أصليا أو فرعيا، أي عمل كان في تسيير السفينة له دخل وهو ملاح، يعتبر هكذا. ثم فلا يجوز له، بل هو يصلي يعني حسب مقصده. وهكذا الفقهاء يستثنوا السفينة. فإذا هذا دراجة نارية، وكذلك الحافلة والسيارات، وكذلك الطائرة، كلها بمنزلة يعني الدواب، كأنه يركب متن الدابة المطية أينما يركب. لكن هذا هنا عندنا مركب كبير هو القطار. القطار ماذا يكون حكمه؟ هل يكون حكمه حكم السفينة أو حكم يعني الدابة؟ لو كان حكم السفينة، لو كان حكمه حكم السفينة ينبغي القول أن راكب القطار يجب عليه استقبال القبلة وإتمام الركوع والسجود حينما يتنفل داخله وهو يسير. لكن أعتقد وأظن أن القطار ملحق أو حكمه حكم الدابة ليس حكم السفينة، لما أن الفقهاء عللوا لهذا الحكم، يعني لماذا يجب للمتنفل من ركاب السفينة استقبال القبلة وكذلك إتمام الركوع والسجود كلها واجب؟ وقالوا علة، ما هي؟ يعني أن الرجل يستطيع أن يعيش في السفينة شهورا كما يعيش في بيته وحجرته، يكون في السفينة جميع إمكانات العيش الحياة، يوجد هناك يعني يعيش كأنه يعيش في حجرته، ممكن هو لا يشعر بسير السفينة إلى لا، في بعض الأحيان هو لا يشعر، ممكن هذا سفينة تسير بسرعة فائقة فما ذلك هو لا يشعر به، فهكذا إمكانية. أما القطار
ألا يكون على هذه الإمكانية الموجودة أو المتوافرة في السفينة بل يشبهه قليلا فقط. لا يمكن هكذا البقاء شهورا. وكذلك هكذا لا يمكن يعني الصلاة بإتمام الركوع والسجود، يعني هناك مقاعد ضيقة، وكذلك الاستقبال والالتفات. ممكن هذا القطار يتحول إلى جهات مختلفة أثناء السير، يعني هذا خط الحديد لسير القطار إلى جهات مختلفة، فإذا كلما يلتفت القطار إلى غير جهة القبلة يجب على المصلي أن يتحول إلى جهة القبلة. هذا يمكن في السفينة، أما في القطار لا يمكن هذا. لأجل هذه التضييقات أعتقد أنه أن حكم هذا القطار حكم الدابة غير السفينة، فإذا في داخله يصلي حيث توجهنا. ممكن يكون مستدبرا للقبلة، بينا هذا يجوز مستقبلا أيضا. واعلم أنه يشترط أيضا في صحة صلاة العلم، هذا الأئمة ذكروا هكذا شروطا خمسة لصحة الصلاة، ومع ذلك هناك شروط أخرى كما سبق الإشارة، يعني الإسلام شرط، الإسلام شرط هكذا شروط، وكذلك العقل شرط، يعني المجنون، وكذلك الطهارة من النفاس من الحيض والنفاس شرط. نعم. فإذا هذا سبق الإشارة، كذلك هناك شروط شرط آخر، ما هو؟ العلم بفرضية الصلاة، وهذه الشروط الخمسة هي خاصة بصحة الصلاة، أما سائر الشروط مثلا الإسلام هو شرط لصحة العبادات كلها، وكذلك هذا الشرط يعني معرفة فرضية الصلاة، وهذا ليس في الصلاة فقط بل هذا يوجد في بعض العبادات الأخرى، لذلك هم يقصرون على الخمسة عندما يعددون ويذكرون شروط الصلاة. نعم. ثم يعني هذا لا يخالف تعدادهم خمسة، ويجب علم أنه يشترط أيضا يشترط أيضا في صحة صلاة العلم بفرضية الصلاة، ينبغي أن يكون عالما بأن الصلاة فرض، فلو جهل فرضية أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها لم تصح. ممكن هو يصلي ظهرا لا يعلم أن هذه الصلاة فرضا، أو لا يعلم فرضية أصل الصلاة ولا يعلم يعني أن الصلاة واجبة في الإسلام، هكذا بدا رجل يصلي لا تصح صلاته كما في المجموع والرمى. ثم شرط آخر ثاني، وتمييز فروضها من سننها، يعني هو يحرم بالصلاة ثم يقرأ ثم يفعل أفعال كثيرة ولا يعلم ما هي الأركان من هذه الأفعال والأقوال وما هي غير الفرض والأركان، ولا يميز هكذا ولا تصح شرط صلاته هنا، لكن هناك تفصيل سيأتي. وتمييز يعني يشترط تمييز فروض الصلوات من سننها من سنن الصلاة. نعم. إن اعتقد العامي أو العالم على الأوجه، هذا الاعتقاد، مع هذا الاعتقاد هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة في حق العالم فيه خلاف، الراجح تصح صلاة العالم أيضا، لذلك قال على الأوجه. الكل فرلا، ماذا اعتقد؟ جميع ما يذكر ويأتي من الأقوال والأذكار والقراءات فرض، وجميع ما يأتي من الأفعال فرض، هكذا اعتقد جميع أقوال الصلاة، نعم أقوال الصلاة وأفعالها فرضا، فإذا هو اعتقد دعاء الافتتاح فرضا، وقراءة سورة بعد الفاتحة فرضا، وهكذا رفع اليدين عند الإحرام فرضا، الالتفات إلى اليمين والشمال عند التسليم فرضا، هكذا يعتقد جميع الأفعال والأقوال
صحت يعني صلاته صحيحة أو سنة يعني ويعتقد جميع أفعاله سنة حتى اعتقد قراءة الفاتحة سنة تكبيرة الإحرام سنة الركوع والسجود سنة هكذا يعتقد في لبنه كثيرا من الأركان سنة فلا يعني لا تصير صلاته يعني هنا الخطورة في هذا اعتقاد فرل سنة هذا لو اعتقد شيئا من الفروض سنة لا تصير صلاته أما لو عكس اعتقد سنة فرلا فلا بأس ثم شرط ثالث والعلم بكيفيته التي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى يجب عليه معرفة كيفية الصلاة صفة الصلاة يعني أولا ماذا يفعل ثم ماذا يفعل يعني ما هي الأركان أركان الصلاة وهذا ينبغي أن يعلم الكيفية فإذا رجل لا يعلم هذه الكيفية بل اتفق فعله موافقا لهذه الكيفية لم تصح صلاته هذا الذي قال